يعني بنوجه الخطاب هذا لأهل بنغازي وني كنت في بنغازي ولما أهلي لزوني من البهاء لأني أنا ولد حرام. بنغازي هي اللي استقبلتني وربتني وني حولت حتى يعني أني أنا نتزوج من بنغازي، لكن نسوين بنغازي لما يشوفوني يقولوا لي أشلاكة، واني ما كنتش فاهم معناها أشلاكة، لكن يعني تبين الكلام هذا بعدين. يعني بنقول لجماهير ليبيا وبنغازي يعني هذا الكلام والشتائم اللي بتقولوا فيها علي هذه يعني ملهاش لازمة، يعني بتقولوا بهيم وحمار ومش عارف شني، وهذا كلام وهذا الكلام اللي بتقوله الجماهير علي قايدها هذا بسبب يعني جهل الجماهير، لأني أنا كنت صريح في هذا كل الخطابات. يعني شنو معنى الخطابات اللي يعني بنقول فيها كلام ما ينفهمش اللي يعني حمار وبهيم ويعني كلام واضح، وبعدين بتقولوا لي مش عارف عيشة وبنتك وواحد يعني بنتي هذه من اللي بيقدر عليها؟ يعني الجماهير الشعبية في ليبيا، يعني ما كنت صريح معاكم، أنا مش راجل، من أمتى القائد كان راجل؟ وبعدين كلمة قائد أساسا مشتقة من كلمة فيش داعي نقولوها، وهي واضح المعنى شنو يعني. وبعدين منو يعني خوتها رجالة وسيف راجل ولا هذا خميس ولا سعدي لهبل؟ والله ما انتم عارفين، ما عندهاش لموها انتم. وبعدين بنغازي بنقول للشباب بنغازي، واني بنقبل ارجلكم ورجل رجل، وبنقبل تراب بنغازي حيطه حيطه وزنقه زنقه، بس يعني هذا اللي قاعد يصير يودي فكونا، يودي خلاص، اني تبت، اني بيبدا الزحف الان بيبدا من باب العزيزيه، اني والسعدي وخميس والعيله الكل والكلاب هذوم اللي معايا واللي جان التوريه والعالم هذا كله، بيبدا الزحف من باب العزيزيه لغايه بنغازي بنزحفوا توبه، بنتوبوا احنا، بنتوبوا بنزحفوا لبنغازي لغايه المحكمه، وبنعلنوا توبتنا للجماهير العريضه في الجماهيريه، وبنقولوا احنا خلاص تبنا، وبنرمي السلاح، واللي بدكم تسووه فينا بعدين، وكل اللي تبيه.